السلام عليكم. نسكي تبعونا. المهم الموضوع كما شفتو في العنوان التاس، وهو اي واحد بغى يطلع القناة ديالو. المهم انا مكنهضرش على المغاربة، اخواننا العرب الجزائريين العراقيين السوريين، اللي كيبغي يطلع القناة ديالو اش كيدير؟ كيهضر على شي حاجة عندها علاقة بالمغرب، على شي بطل، على شي حاجة قديمة، على شي اغنية المغربي كذا اثرت فيا. المهم ماشي غير ماشي حسد، اي مزيان، طريقه ذكيه، عرف كيفاش يخدم، عرف كيفاش ياتيريكم، عرف سميتو. علاش؟ لان المشكل ديالنا حنا المغاربه كيعجبنا شي واحد اجنبي يهضر علينا بحال زوينه، كنفرحوا بحال كيكبر بينا. المحتوى المغربي عارفين انه هابط بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. انا ولي كيجيني المحتوى المغربي ديال اليوتيوب بحال شي واحد الحمام ديال العيالات، كتدخل لهذا كيكلاشي هذا المعيونس وحنا كنتفرجوا فيهم. هما كيفتحوا بعضياتهم وحنا قاعدين كنعيرهم، واصلا ما كنستافدوا منهم حتى شي حاجه غير المعيون 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 المعيون. كتجي كتدخل راسك باش استفدتي ما استفدتيش حاجه، غير كيفتحوا بعضياتهم، كيفاش كينصبوا على الناس، كيفاش كي المهم بزاف راكم عارفين انتم هاد المسائل، بلا ما نسمي الامور، بلا ما نسمي الاشخاص، انتم عارفين هاد المساله هادي. المهم خلينا في الموضوع ديالنا، وهو ولهذا كنطلب من المغاربه انهم يدعموا القنوات المغربيه، يوقفوا مع القنوات المغربيه. من هنا كنحيي الجزائريين كنشكرهم بزاف، كنحيي السوريين كنشكرهم بزاف، كنشكر على اي واحد كيهضر على بلادنا. حنا خاصنا نهضروا على الابطال ديالنا وعلى الناس اللي كينجحوا في الحياه ديالنا.